Servirse a solo solo tanto. خلعوا كل رسومات الكاريكاتير الموجودة على الحيط هون معلقة بالبروازة، خلعوا صور رسمين الكاريكاتير ناجي علي وبهاء البخاري، وخربوا وعاثوا في كل المرسم فساد، كسروا وصادروا رسومات الكاريكاتير وتركوا هاي لحالها موجودة في كل الحيط هون لرسامة كاريكاتير يهودية سوسكندا اسمها، رسمة كاريكاتير تعادي فيها الديانة الإسلامية وتعادي فيها الوطن الفلسطيني، رسمة خنازير مثلتهم يعني بسيدنا محمد وأبو عمار وبدنسوا بالقرآن الكريم وحاملين هلال بنكب دم، ورسمة نفسها إنها داخل السجن وإنها مقيدة لأنها رسمة نجمة إسرائيل. فهي كمان هي رسالة واضحة إنه الاحتلال احتلال عنصري واحتلال يحاربنا في كل شيء يمت لعربيتنا وديننا ووطننا وعلمنا واسمنا اسم فلسطين. يعني رسالة واضحة أن تكميم الأفواه، تكسير الأقلام، تكسير الأيادي وتكسير العظام كما كسروا العظام في الانتفاضة الأولى، واليوم بنفس السياسة بشكل آخر بوجه قبيح آخر بتعامل فيه الاحتلال الإسرائيلي. أي إنسان فلسطيني بيأثر في الشارع، بيأثر في الجمهور، بيأثر في العالم، بينقل صورة الواقع الشعب الفلسطيني بكل حق وبكل حرية وبدون تزوير، بينقلها بكل ما هي على أرض الواقع موجودة، يجب تكميم قلمه أو تكميم لسانه. خلعوا الباب ودخلوا على البيت، دخلوا على المرسم، خربوا كل إشي فيه، هاي كسروا كل إشي وخربوا كل إشي، وخلع كل رسومات الكاريكاتير اللي معلقة هون وهون كمان كلياتها. بعرفش بلشوا يفتشوا ويقيموا ويخربوا، يعني أنا رشيف الكاريكاتير الموجود تبعي هون تقريبا بدأت في رسم الكاريكاتير من 98، فكل رسوماتي مأرشفة، هاي خربوها كلياتها وصادروا رسومات كاريكاتورية، صادروها البكت كلها اللي معلقة على الحيط أخذوها. بدعم فيها ثورتنا الفلسطينية وانتفاضة الأقصى وانتفاضة القدس، أسران البواسل، محاربة الجدار، المستوطنات، الاستيطان، الاعتقالات، رفع معنويات أسران البواسل. كانت سنة 2014 نشرت رسمة كاريكاتير عن النكبة الفلسطينية على تهجيرنا بال48، فأحد الأصدقاء بلغني أنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منزل على صفحته الشخصية رسمة كاريكاتير إلي بحكي فيها كيف انه دولة اسرائيل بنت دولتها على انقاض وطن وعلى وطن وعلى شعب، فنشرها على صفحته وبتهم فيها اني محرض للعنف للارهاب معادي للساميه. بعدين حذفوا رسمات كاريكاتير بعد الاتفاق الاسرائيلي الفيسبوك مع شركة فيسبوك، حذفوا لي رسمتين كاريكاتير عن على الصفحة بعد احداث الدهس اللي صارت في القدس لجنود الاسرائيليين. هذا الكاريكاتير اللي نزله رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو على مفتاح العوده، كان منزلين رسم كاريكاتير لواحد نازي سنه 1930